أحلى بيتر، طبعا أخي ممكن تتكلم معي خاص. يسعد مساك، يسعد مساك الحلو مع غياب الشمس. إذا في أي سؤال يمكنكم تكتبوا لي هنا، ما في مشكلة. بعت لي رسالة نتكلم معك، ما في مشكلة أخي. بعت لي رسالة وأنا شوفها وبرد لك. تكرم عيونه. كيف الجو عندكم الآن؟ من أين أنت يا بيتر؟ حسابي اسمه ديفيد فيديو خيبت. تحياتي لكم من داخل مدينة ليونبرغ كان بشتوتغارت. تحياتي للجميع. سلام، أهلا وسهلا بك خيفر الفردوس. تحياتي لك. مساء الخير كريم، وعليكم السلام جميعا من القاهرة. تحياتي لأهل القاهرة كلهم. ازيك يا برنس، عامل ايه؟ لا عليك رد علي. تكرم عيونك، خلاص ما في مشكلة. بس اخي كرمال البرامج هاي اللي انتو عم تب راسلتني على الخاص صح؟ او على الواتساب، قلت لك انا ما بقدر افعلك. بس هلا قبل شوي حكت معي وحدة، شفت ناشرة جروب، قالت اذا بدك راسلها بتعطيك رقم تلفون. وش حوال الناس؟ والله خي شايف ما في حد بالشارع بحق لك بتمشي، ممنوع تلمس الحديد لانه ممكن يكون خطر. وضع شوي كويس. حبيب قلبي تسلم، تسلم لي غالي. حبيب قلبي الحمد لله بخير، كله الوضع عندكم. والله اخي شايف عنا الوضع في ألمانيا ما في حد في الشارع، كل الناس في البيوت. انا تعرف في ألمانيا هون مفروض الحديقة هاي بتبقى فيها كتير ناس. شايف حديقة ما في حد، هاي حديقة عامة. هون حديقة عامة ما في حد، يعني مسموح لك هون في ألمانيا. يا
تعمل شبورت أو كذا أكتر ممنوع يعني. لاحظ ما في حد في الشارع كتير هون. إن شاء الله يا رب في المستقبل بيصير أحسن. في المستقبل نتمنى بدعونا. تعرف في ألمانيا اليوم العدد صار 65,000 65,000 والميتين أكتر من 500، وصلوا ل 700 اليوم. تسلم يا غالي، شكرا حبيب قلبي. أنا كان تعرف أنا السنة هاي كان بدي أنزل على مصر، أنا إلي بيت في اسكندرية، في القاع في اسكندرية على البحر، بنزل كل سنة على مصر والجزائر، بلدي الجزائر كمان. لبنان يا واحد، الآن ما في سفر، ما في شغل أصلا هون كمان، وضع كله واقف. شكرا أخي وربي يحفظك كمان. كيف مصر الآن؟ كويسة؟ القاهرة كيف؟ كل شيء تمام عندكم في القاهرة؟ ما نور في وجودك. خلاص لقيت التذكرة، ما بقدر اجي. تعرف ما في سفر الآن، الوضع مش كويس. تايفون حديقة عامة المفروض يبقى فيها كتير ناس، ما في حد. ربي معك، شكرا لك. في ناس، تحياتي لك الفردون. ان شاء الله ربي يا رب. امين امين، ان شاء الله يا رب من تمك لباب السماء. شكرا خي كيمو، بس انا مولود هون في المانيا يعني حتى ما بتحدث اللهجة الجزائرية، كونه مولود أنا هون في ألمانيا يعني. ما بابا يعني كون من لبنان، سوريا ومصر. تحياتي للجميع. يا ربنا يفرج. شايفين الآن الشوارع كلها فاضية، ما في حد. نعم خي، وضع كله في بسة كتسة. ميو. شكرا أخي، تسلم، ربي يحفظك خي كريم. كيمو ولا كريم؟ طبعا احنا اخوات، جزائري ولا مصري ولا تونسي، كنا اخوات، ما في فرق. شوارع فاضية، ما في حد، لا يوجد أي إنسان في الشارع. طبعاً مو أي إنسان، في ناس بيعملوا رياضة أو بيشتروا أكل. سلام أخي كريم. نعم أخي، تسلم يا غالي. طبعاً إحنا أخوات، ما في شي بيفرقنا.
ما في أي سؤال. شكرا كيمو. أين تسكن في القاهرة كيمو؟ كريم في العجوزة. أنا كنت بنزل عن مصر. شوف العجوزة. يا ربي المفروض هاي الساحة في الوقت هذا الحالي تبقى كتير من كتير ناس. يعني شوفوا هنا في مطعم هذا مقفول، هون في بنك، ما في حد. أهلا وسهلا بعين الشمس. أنا ولا مرة ذهبت إلى عين الشمس، ذهبت إلى القاهرة، سكنت في العجوزة. في العجوزة يا عجوزة مكان كويس. العجوزة يا محافظة الجيزة صح. تذهب إلى اسكندرية، اسكندرية بلد حلوة. هل تعرف بلد حصل فيها مليون شهيد؟ أنا من البلد المليون شهيد. نص لبناني نص جزائري، أملك الجنسية الألمانية فقط أخي. من وين ما كنت تكون أهم شيء أخوات مع بعض. أنا أعتذر، ممكن أحيانا تكون اللهجة الخاصة بي تكون عربية الفصحى. الإشارة لونها أحمر، ما بيصير أقطع، لازم تبع الإشارة خضرة بعد. حتى لو الآن الإشارة خضرة ممكن تقطع الشارع. كمان هون اللون الأحمر ما بتقطع فيه كاميرا. النظام كويس. من القاهرة أخي أهلا وسهلا، تشرفنا بك. أكيد الجزائر بلد المليون شهيد. شكرا لك يا، إن شاء الله بتنذكر ما بتنعاد مثل ما بيقولوا كده. نتشرف بك. الآن عندنا جو كتير كتير برد.
شكرا اخي، بنتشرف بيك اخي كيمو. تحياتي لك، تحياتي لكل المشاهدين. ما بعرف مين متابعني على الصفحة الخاصة بي دافيد فيديو، انا دايما بحب اعمل بث مباشر بوريكم الحقيقة في المانيا، شوارع المانيا. طبعا نظام الماني هيك على طول، كل البيوت جديدة، تعرفوا انتو بعد الحرب العالمية بيوت كلها جديدة، هون شوارع نظيفة جدا. أخي أبتو، أنا معي رقم، مش معي رقم واحد، معي كتير أرقام، أنا ممكن أعطيك رقم ما في مشكلة، ولكن كرمال برنامج جيد أنا حملته عندي بطلب مني كود. طب أنا أعطيته الكود، بده رقم البنك، رقم البنك الخاص بي. البرنامج ليس مجاني، اللي بدي أعطيك الكود أنا تمام، وأنا أرقام معتذر منك، كل يكونوا يعني عليهم فواتير، يعني مو هون تشحن رصيد بتعب، فهمت علي؟ كاش واحد ما في مشكلة خي كيمو، الانترنت ضعيف عندك. اهلا وسهلا بك واهل ليبيا كلهم، تحياتي لاهل ليبيا وطرابلس وبنغازي ودرنا. تعرفوا انا ذهبت كمان الى ليبيا، جبل الاخضر صح، تمام، في ليبيا طرابلس كانت كثير كويسة، ما بعرف الان كيف الوضع. خربت في الطريق، المفروض بطلع من هون، بطلع من هنا. اهلين خي غسان، تحياتي لك. اول شي برد على تبع ليبيا، نعم ذهبت الى الجبل الاخضر وشيحات، مكان اثري جميل جدا، في الآثار والتاريخ الليبي الأصيل. نعم أخي، أنا مسافر تقريبا على 120 دولة حول العالم. ليبيا 2008 كان عمري. قسان أخي هنا في ألمانيا، تحياتي لك، هنا في ألمانيا.
هون عندنا المسبح، مسبح الشتي. أهلين وسهلين، أنا في ألمانيا حبيب قلبي، تسلم لي. إزيك عامل إيه؟ تكلمك باللهجة المصرية عشان تفهموا علي. بعرف أتكلم اللهجة المصرية. مين فاروق؟ يا عم انا فاروق، انا فاروق. ممكن بعرفك بس اسف انا بعتذر. تعرفني يا اخي فاروق؟ صح فاروق، انت فاروق من مصر صح؟ عندك محل موبايلات اسمه الدكتور ولا واحد تاني؟ ممكن يكون انا بخربط. عادي ما في مشكلة خي، بتنور يا باشا كيمو. انا فاروق المصري. اهلا فاروق، ازيك عامل ايه؟ من بورسعيد عرفتك، عامل ايه؟ فينك يا عم فاروق؟ راسلتك على الخاص ما بتردش. صحتك كويسة فاروق؟ خي فاروق، ذهبت لمصر ورجعت في شهر 10، كان نتواصل معك، قلت ممكن نشوفك هناك لو انت في مصر مرة تانية بشهر 1 كمان. ربنا يحميك يا غالي. هون انا في ليونبرغ، تمشى شوي. انت فين؟ في المانيا ولا في مصر الان؟ ربنا يحميك. انتبه على حالك، خلينا دائما نسمع صوتك. ممكن الان بس بخلص البث مباشر، بتمشى شوي، انا ببعث لك رساله على الواتس، على الماسنجر. اوكي انت لسه راجع من يا مسكين يا فاروق. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على سلامتك. كويس انك رجعت، انا كنت في شهر 1 كمان هناك، رجعت 15/1. صحتك يا غالي، انتبه على نفسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بصحتك وبتحب. أنا أعتذر منكم بس كتير برد، في كتير كتير برد، يدي صار كتير في برد، حتى في
أفصل البث المباشر. أتمنى لكم ليلة سعيدة، شكرا على المشاهدة.